النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع يعني مختلف تماما عن الترم الاولاني. هنتكلم عن علم الامراض او باثولوجي. طبعا معنى كلمه باثولوجي ستادي اوف ديزيزز. يعني انتوا لما كنا بناخد مثلا اناتومي كنا في مثلا ايه يقول لك البروستاتا لما يحصل فيها تضخم ماشي كلام بتمنع نزول البول ومش عارف وبيحس بالم و ده باثولوجي كويس. في مرض معين حصل في البروستاتا ادى لايه الاعراض اللي احنا ايه اتكلمنا عنها قبل كده. فكلمه باثولوجي معناها ساينتفك ستادي اوف ديزيز. نتكلم عن الايه عن الامراض. طيب بدايه كلامنا عن الامراض هنتكلم على موضوع مهم جدا. ايه هو؟ حاجه اسمها سيل انجري. ماشي طبعا سيل يعني خليه كده. انجري يعني ايه؟ اصابه كده ماشي. او في تلف حصل فين؟ حصل في الايه في الخليه دي. طب سؤال دلوقتي انا طبعا ما قلتش انا لو قلت الخليه ماتت ولا ما ماتتش ولا اي حاجه صح كده قلت الخليه تعرضت لايه لاصابه معينه كويس. السؤال بقى ايه الاصابه المعينه دي ماشي او بمعنى اخر ما هي الانجوريوس ايجنتس. طبعا انجري تبقى ليها علاقه بايه اسمها انجوريوس اسمها كده. ايه هي الانجوريوس ايجنتس اللي ممكن تاثر على الخليه تموتها او ما تموتهاش؟ ايه هي ممكن تكون ايه؟ بص اول حاجه ممكن يكون مايكرو اورجانيزم. يعني مايكرو اورجانيزم يعني ممكن بكتيريا صح كده تسمع بكتيريا ممكن فيروس. انا هشرح الاول بعدين نقرا الايه كلام مكتوب ايه ماشي كلام. ممكن بكتيريا ممكن فيروس ممكن فنجس. يعني ايه فنجس؟ فطر يعني. او ممكن طفيليات باراسايت ماشي زي بالهريسيا والحاجات دي كلها طفيليات برضه صح كده. الحاجات دي ممكن تعمل سيل انجري تعتبر حاجه بتصيب الايه الخليه. طيب ماشي ايه تاني ممكن ياثر على الخليه؟ قال لي والله احنا كده قلنا مثلا ايه ميكروبات مثلا او مايكرو اورجانيزم. طب ممكن حاجه تانية هي إيه؟ ممكن يكون توكسين سموم كيميكال توكسين ماشي. كلمه توكسين معناها سموم يعني. طب التوكسين ده موجود فين؟ ممكن مع الاكل ممكن مع في ادويه معينه مثلا بناخدها مثلا ممكن في الميه اللي بنشربها دي كلها اسمها ايه اسمها توكسين. ممكن كيميكال توكسين تاثر على ايه على الخلايا. طيب ايه كمان يعني كل دي انواع من الانجوريوس ايه انجوريوس ايجنتس ثلاثة. ممكن في موضوع بقى اسكيميا شكرا وهايبوكسيا. خلي بالنا من الحته دي كويس. تعال نطلع كده بره الموضوع ده. في حاجه اسمها هايبوكسيا وفي حاجه اسمها اسكيميا. والكلمة سكيميا دي يعني بلد حاجة علاقة بالدم يعني مش طيب يعني ايه هايبوكسيا؟ الهايبوكسيا معناها نقص الاكسجين ماشي. طب يعني ايه سكيميا؟ معناها نقص البلد سبلاي او بيقل البلد سبلاي. هل في فرق بينهم؟ يعني هل في فرق بين سكيميا وهايبوكسيا؟ هايبوكسيا يعني نقص ليها الاكسجين ماشي الاكسجين اللي رايح للخليه قل. اسكيميا معناها الدم اللي رايح للخليه قل. هل الاثنين زي بعض؟ بص اقول لكم حاجه. الاسكيميا تؤدي الى هايبوكسيا ولما الدم اللي رايح للخليه قليل فطبيعي الاكسجين هيبقى قليل. هو كمان مش الدم ده في حاجه اسمها الهيموجلوبين صح كده بيشيل اكسجين فطبيعي لما الدم اللي رايح للخليه قليل فطبيعي هيقل الايه الاكسجين. فالاسكيميا تؤدي الى هايبوكسيا. طب سؤال هل ممكن هايبوكسيا تحصل من غير اسكيميا؟ يعني هل ممكن هايبوكسيا او الاكسجين الخليه يقل من غير اسكيميا خالص؟ ممكن. ازاي؟ يعني ممكن الدم اللي رايح الخليه كميته عاديه خالص بس بالرغم من ذلك الخليه بتعاني من هايبوكسيا. اه ممكن. زي مثلا واحد عنده انيميا او واحد عنده انيميا مثلا. ايه الانيميا دي؟ كميه الهيموجلوبين بتقل يعني الدم رايح كل حاجه اه بس الهيموجلوبين الموجود فيه قليل جدا مش كده؟ فالاكسجين بالتالي بقى ايه قليل فالخليه بتعاني من ايه من هايبوكسيا بالرغم من ان الدم اللي رايح لها ايه كميته وافره. فهمت المنظر عامل ازاي؟ فكلمه اسكيميا يعني نقص مين؟ كميه الدم اللي رايح الخليه. هايبوكسيا معناها ايه؟ كميه الاكسجين اللي رايح الخليه اخبارها ايه قلت. فسواء بقى الاسكيميا ادت الى هايبوكسيا او هايبوكسيا من غير اسكيميا مش كلام الاثنين ممكن يعملوا ايه انجري للايه للخليه. فهمت المنظر عامل ازاي؟ يبقى هنا كده ايه اول حاجه ممكن تعمل سيل انجري قلنا مايكرو اورجانيزم بكتيريا فيروس
فانجس باراسايت. ايه تاني؟ سموم كيميكال ايه توكسينز. ايه تالت؟ التغذيه الدمويه والاكسجين. نقص البلاد سبلاي اسمه ايه تاني قلناها؟ سكيميا. نقص الاكسجين اسمه هايبوكسيا. وقلنا ان السكيميا تؤدي الى هايبوكسيا. ايه كمان؟ بص معايا اربعه بس اطلع كده على كل. طيب ممكن الخلايا مثلا حصل لها حاجه اسمها فيزيكال تروما او فيزيكال ايجنتس. ايه فيزيكال دي؟ حاجات يعني ايه ممكن محسوسه ازاي؟ زي مثلا تروما هيت كولد الراديشن. ايه ده؟ خبطت طبعا مثلا واحد خبط على دراعه ولا بتاع بتلاقيه احمر كده ولا كده ناس الانجري طب كده دي تروما. حاجه تانية الحراره كان بيشيل حاجه سخنه ولا بتاع ايدي تلسع مش كده تلاقي فيه بقى قليل طلع كده في ايدي وبتاع دي برضو اسمها فيزيكال ايجنت او تروما او انجري حصل. البرد التعرض للبرد شديد جدا يعني مثلا لو واحد مثلا ايه مسكت حته ثلج في ايدك كده هتحصل ايه؟ تقدر تستحمل من الكلام. طب لو فضلت مثلا متكتف فيها كده هيحصل سيل ايه؟ سيل انجري. اشعاع اللي ممكن يجيب ايه اللي ممكن يعرض الانسان لاشعاع؟ يعني ايه اللي في حياتنا ممكن يعرضنا لاشعاع مثلا في بيتنا احنا كده مثلا مفاعل نووي مثلا يعني مثلا في مفاعل نووي جنب البيت مثلا عندنا ولا حاجه ايه مثلا يا اخوان؟ ايه لا لا ده مالهاش اوبريشن خالص. هقول لكم حاجه بسيطه جدا الايه ولا دي برضو. اسمع دلوقتي مثلا في مرضى في السرطان مريض السرطان ده بيعمل حاجه اسمها علاج اشعاع. علاج ايه؟ اشعاع. علاج اشعاع ده بيسلط اشعاع معين على مكان الورم نفسه عشان اموت اوقت الخلايا ايه الورم ده ماشي. فطبيعي ان الاشعاع ده هياثر على الايه على الورم هياثر على الانسجه اللي جنبه صح كده على الانسجه الايه المحيطه بيه. ده ساعات الناس دول اصلا نخاع العظام عندهم بيبهدل هم كمان نتيجه التعرض الايه للاشعاع. بلاش دي الاشعاع الفوق بنفسجي تسمع اشعه الشمس انت تقدر تستحمل اشعه الشمس فتره طويله؟ لا يعني ممكن لو انت مثلا جسمك لسه مش متعود على الشمس والكلام ده كله ممكن تحس بحروق نتيجه الايه الشمس بيحصل سيل ايه انجري. كل دي اسمها ايه يا اخوانا؟ الراديشن. دي برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن تاثر على ايه على الخلايا. ايه تاني؟ يبقى احنا قلنا دلوقتي الحاجات اللي ممكن تبوظ الخليه ايا كان لسه ما اعرفش هتبوظ ازاي ماشي. الحاجات اللي ممكن تعمل انجري للسيل ممكن مايكرو اورجانيزم زي قلنا بكتيريا فيروس فانجس باراسايت. ايه تاني؟ نقص اكسجين هايبوكسيا. طب نقص بلاد سبلاي اسمها ايه؟ سكيميا. طيب سموم توكسينز اسمهم ده في ادويه بقى في ميه في اكل في اي كان ماشي تمام. طب ايه حاجه كمان؟ قال لي والله ممكن تبقى حاجات فيزيكال تروما هيت كولد الراديشن. ايه تاني؟ والله ممكن يبقى تغذيه نيوتريشن ماشي نقص في التغذيه مال نيوتريشن مثلا ماشي. دي ممكن تاثر برده على وظائف الايه الخليه. الخليه محتاجه كربوهيدرات ومحتاجه بروتين محتاجه دهون. الحاجات دي قلت او زادت عن الايه عن الحد المسموح به ممكن تاثر برده على وظائف الايه الخليه. طيب ستة قال لك ممكن والله حاجه كمان حساسيه الرجي. كلمه الرجي معناها ايه؟ حساسيه. تسمع مثلا واحد كل سمك مثلا وعنده حساسيه من السمك مثلا كويس فبتلاقي ايه طفح جلدي جلده احمر كده ومش عارف ياخد نفسه تمام حصل ضيق في الشعب الهوائيه. كل ده نتيجه ايه؟ ان هو اتعرض لماده عنده منها ايه حاجه اسمها الرجي الرجيك اير اكشن او حساسيه. دي برده ممكن تؤدي الى ايه الى سيل انجري. ايه كمان؟ قال لك ممكن خلايا جيني ماشي. واحد مش في عندنا في الخلايا في حاجه اسمها كروموزومات في الدي ان ايه بتاعتها في مشكله في الكروموزومات بتاعت الايه بتاع الخلايا دي فبتاثر على الوظائف بتاعتها على التفاعلات الكيميائيه بتاعتها ماشي. ممكن يحصل جينيتك ديس اوردر. يبقى تاني يا شباب بص معايا ممكن سؤال في الامتحان يقول لك كده ايه انيوميريت كوزس. يعني ايه كوزس؟ اسباب اوف سيل انجري. يبقى اقول له ايه؟ مايكرو اورجانيزم. اثنين توكسينز. ثلاثه فيزيكال ايجنتس. اربعه ايه الفيزيكال دي؟ تروما هيت كولد مش كده؟ ها ايه تاني؟ ها جينيتك الرجي. في تاني؟ ها قلنا ايه؟ ومال نيوتريشن او نقص في الايه او نيوتريشنال ايه ديس اوردر. في مشاكل؟ طب دي كلها اسمها الايه الفيزيكال ايجنت. طب سؤال بقى دلوقتي انا قلت بص معايا كده واحد قلت في مايكرو اورجانيزم ركزوا معايا كويس في اللي هيحصل ده بقى.
وقلت ان في توكسينز سموم وحاجات فيزيكال هيت كولد ايراديشن ماشي، وقلنا ان في حاجات لها علاقه بالتغذيه والحساسيه والبلد والاكسجين، صح كده؟ نقص البلد او نقص الاكسجين، نقص البلد اسمه اسكيميا، نقص الاكسجين اسمها هايبوكسيا، وقلنا في خلل ايه؟ خلل جين. دول كده على بعض كده اسمهم اسباب الايه؟ السيل انجري، صح كده؟ دي اسباب الايه؟ السيل انجري. طب بص بقى الاسباب دي ازاي تعمل سيل انجري، يعني ايه السيل انجري اللي يحصل بقى؟ ماشي، ما عرفنا ان دي حاجات ممكن ايه تاثر على الايه؟ على الخلايا، ماشي؟ ايه التاثير اللي ممكن يحصل؟ على حسب، هل الفاكتورز دي هل هي سترونج ولا ويك؟ بمعنى ايه؟ هل هي قاتله ولا ضعيفه؟ بمعنى يعني التوكسين ده يعني كميه بسيطه ولا كميه كبيره قوي؟ نقص البلاد سبلاي ده قليل ولا يعني اتقطع خالص البلاد سبلاي؟ ماشي، الخليه بيجي لها شويه اكسجين بسيط ولا بيجيلهاش خالص؟ فهمتم؟ الخلل الجيني ده خلل بسيط ممكن تتعايش معاه يعني او تتكيف معاه ولا ممكن يدمرها تماما؟ فهمتم ما زعمل ازاي؟ فعلى حسب هل هو سترونج ولا ويك، او بمعنى اخر هل هو بصوا نون ليثل الاول او نون ليثل او ليثل. يعني الكلمه دي حد عارف معنى ايه؟ يعني كلمه ليثل دي ليثل معناها قاتل، مش كلام؟ هل الاسباب دي قاتله قويه يعني ولا ضعيفه نون ليثل؟ بص معايا، لو الاسباب دي ضعيفه هل ده هيؤدي الى موت الخلايا؟ ردوا عليا، يعني مثلا لو في مثلا خلايا الاكسجين بتاعها اقل شويه ما تقطعش بس موجود يعني، مش كلام؟ في خلل جيني بسيط مثلا، هل ده يموت الخليه؟ لا مش كلام. كل اللي هيعمله اللي هي النون ليثل دي او الغير قاتله دي، ماشي، او بمعنى اخر نوت سيفير انها تؤدي لموت الايه؟ الخلايا. دي بتؤدي الى تشينج ان ميتابوليزم اند شيب and morphology of cell. بس مش كده؟ يعني كل اللي هتعمله لو ضعيفة الأسباب دي كلها لو ضعيفة نوعا ما مش كده؟ مش هتموت الخلية، بس كل اللي هتعمله إنها تغير في التفاعلات الكيميائية بتاع الخلية وشكل الإيه؟ شكل الخلية، ماشي؟ change in metabolism and morphology of إيه؟ of cells. وبنسمي الإصابة اللي حصلت دي degeneration. اسمها اخوانا ايه؟ ها ديجنريشن. بس دلوقتي يعني ايه ديجنريشن وايه اسبابه؟ ما معنى ديجنريشن؟ change in metabolism and morphology of cells، مش كده برضه؟ تمام. سؤال تاني، ايه اسباب الديجنريشن؟ ايه اسبابه؟ مهم دول، صح كده؟ يبقى اقول له ايه؟ non lethal injurious agents. non lethal injurious ايه؟ agents اللي هم نفس الحاجات دي، توكسين، مايكرو اورجانيزم، فيزيكال، نيوتريشن، الرجي، ماشي كده؟ طيب ده بالنسبه للايه؟ لاول حاجه اللي هي مين دي؟ هنا قلنا عنوان كده اسمه دي جينيريشن. طيب سؤال تاني، طب دلوقتي لو الحاجات دي قويه جدا يعني توكسين كبيره جدا او قطعت بلاد سبلاي خالص، مش كلام؟ لا الخليه هتموت، ماشي؟ يعني بيقول لك الليثل دي او القاتله دي هتؤدي الى ديث اوف سيلز. ماشي، بصوا انا كده death of cells، ماشي. طيب السؤال بقى دلوقتي انا عايز اقول لكم حاجه، بالنسبه للتغيرات دي في خلايا ماتت وفي هنا خلايا ما ماتتش، صح كده؟ قال لك بص التغير ده والتغير ده، ده الخلايا لما تموت ده يعني هل اللي بتموت دي ممكن ترجع تاني؟ لا خلاص، يعني ريفرسيبل ولا ايرفرسيبل؟ ريفرسيبل، مش كده؟ فالليثل كوز ديت تؤدي الى ايرفرسيبل سيل انجري. يعني السيل ديت ده يا اخوانا ريفرسيبل ولا ايرفرسيبل؟ ريفرسيبل، مش كلام؟ يبقى الاسباب دي لو كانت قويه جدا قاتله هتؤدي الى موت الخلايا، صح؟ وده ايرفرسيبل، يعني وانس ان هو حصل خلاص، مش كلام؟ طب انا ممكن مثلا لو الخلايا ماتت وعالجت السبب ده، يعني كان في توكسين بكميه كبيره جدا، ماشي، موت الخلايا وانا خلاص اتخلصت من التوكسين ده من الجسم، ما خلاص ما
مفيش حاجه تحصل ماشي، خليه ماتت خلاص انتهى كده. طيب كان في توكسين مثلا بكميه بسيطه وادى الى تغيير في شكل الخليه والميتابوليزم بتاعها وانا عالجته والخليه لسه عايشه، يعني جاست بس ان حصل تغير في الشكل والمورفولوجي والميتابوليزم بتاع اصلا ممكن ترجع نورمال تاني. يبقى التغير ده ريفرسيبل ولا ريفرسيبل؟ ده ريفرسيبل بقى، ريفرسيبل سيل انجري. يبقى انا عندي دلوقتي السيل انجري كم نوع؟ في الريفرسيبل سيل انجري و ريفرسيبل سيل انجري. يبقى انا عايز السؤال دلوقتي، لو قال لي في امتحان مثلا انيوميريت او منشن كوزز اوف سيل انجري، يبقى انا اقول له ايه الكوز اللي هم دول صح كده؟ البكتيريا او الفيروس او الفانجس او الهيت او الكولد او الجينيتك او النيوتريشن او الدم او البلاد سبلاي، دي اسمها الكوز خلاص كده او الاسباب. طب سؤال تاني جالك في الامتحان مثلا حاجه زي كده، بصوا منشن ماشي ريزلتس اوف سيل انجري، هتقول له ايه؟ ايه الريزلتس اوف سيل انجري؟ هنقول له ايه؟ بنجاوب السؤال ده ازاي يا جماعه؟ هقول والله على حسب. يعني على حسب؟ هقول والله على حسب هل هي سترونج او ليثل او ليثل انجوريوس ايجنتس. يعني ليثل قلنا قاتله، ولا نون ليثل انجوريوس ايجنتس؟ والله بصوا لو قاتلها تؤدي الى ها ريفرسيبل سيل انجري صح كده؟ طب نون ليثل اللي تؤدي ليها الى ريفرسيبل سيل انجري مش كده؟ طيب سؤال تاني، الريفرسيبل ده اللي هو اسمه ايه قلنا؟ قلنا ديجنريشن. طيب والريفرسيبل ده اللي هو ايه؟ اللي هو death of cells مش كده برضو؟ فلو قال لك والله منشن او كلمنا على الريزلتس اوف سيل انجري، هقول والله في عندي حالتين على حسب الاسباب، الاسباب قويه جدا هتموت الخلايا ودي حاجه قلنا ايه الريفرسيبل، لو اسباب ضعيف هتؤدي الى ايه ها جاست تغير في شكل الايه الخلايا والميتابوليزم ودي بتبقى اخوانا ايه هنا ريفرسيبل، او ممكن تبقى الريفرسيبل او تبقى ايه او تبقى ريفرسيبل. طيب بس ديت ريفرسيبل بشرط، ايه الشرط ده؟ يعني دي ريفرسيبل بشرط واحد، ايه هو؟ حد يفكر كده معايا، ايه اللي يخليها تبقى ريفرسيبل؟ انك تعالج السبب صح كده؟ يعني هو معلش مع احترامي يعني دلوقتي في الاكسجين قليل صح كده؟ لما قلل الاكسجين ما قطعش قل بس هيحصل ايه؟ ديجنريشن، يعني ريفرسيبل صح كده؟ تمام ديجنريشن. طب انا عالجت الايه الموضوع ده؟ هترجع نورمال تاني الخليه صح؟ يعني الخليه حصل تغير في الشكل بتاعها ماشي نتيجه نقص الاكسجين، ولما عليك نقص الاكسجين ده الخليه رجعت نورمال تاني مفيش مشكله خالص ماشي، يبقى ده ريفرسيبل ولا ريفرسيبل بس بشرط ان انا اعالج الايه السبب. طب لو ما عالجتش السبب فضل موجود، هي هتبقى الاول فيها حاجه اسمها ايه ديجنريشن وبعد كده ممكن تقلب الى نيكروز. يعني ممكن السبب الضعيف ده يؤدي النيكروزس بس بعد فتره طويله قوي، فهمت النظريه ازاي؟ وصلت يا اخوانا ماشي؟ يعني الديجنريشن لو ما اتعالجش سببه هيؤدي الى يؤدي الى نيكروز. فهمتوا الكلام؟ في مشاكل؟ يبقى تاني effects او results of cell injury لو قاتل او غير قاتل، لو قاتل يؤدي الى reversible cell injury ولو غير قاتل او ضعيف بيؤدي الى reversible cell injury. reversible cell injury اللي هو مين هنا؟ degeneration، وده عبارة عن تغير change ها ان يبقى ايها metabolism and morphology of cells. طيب بصوا نيجي بقى على موت الخلايا ماشي، موت الخلايا ده يبقى عامل ازاي؟ قال في نوعين من موت الخلايا، بص ركز معايا كويس بقى، خلي بالك النوعين دول الريفرسيبل، ما احنا قلنا خلاص بقى مش كده؟ قال ممكن تبقى بروجرامد سنجل سيل ديث او ان بروجرامد ديث اوف جروب اوف سيلز. بص معايا ايه الموضوع الغريب ده؟ دلوقتي في حاجه في فيروس دخل في الجسم ماشي، كان الفيروس ده الفيروس لما دخل في الجسم بيخش على خليه واحده ماشي، الجهاز المناعي بتاعنا اول ما شاف الخلايا المصابه دي ماشي
عايز يحمي الجسم منها، لان الفيروس هيبدا يعمل مداخل الايه الخلايا ويطور نفسه جواه، ماشي. فالجهاز المناعي بيعمل ايه؟ بيامر هذه الخلايا بالانتحار، ماشي، او بيقتل الخلايا المصابه دي، تمام. السؤال بقى، يبقى الامر ده مدبر ليه ومنظم ولا لا؟ مدبر، صح كده. في كم خليه ماتت؟ واحده، صح كده. مش دي برضو موت خلايا، مش كده؟ ريفرسيبل ولا ريفرسيبل؟ ريفرسيبل برضو، مش كده. موت الخلايا الواحده ده بيطلق عليه اسم كده ابوبتوزس. اسم اخواننا ايه؟ ها، ابوبتوز. يعني ايه ابوبتوزس؟ ده death of cell، single ولا اكتر من خليها؟ single. programmed، منظم ولا او مدبر له ولا غير مدبر له؟ لا، ده الجهاز المناعي هو اللي مدبره، هو اللي ايه اللي امر بيه. فهمتوا المنظر عامل ازاي؟ دي ده اسمه ابوبتوز. في مشكله؟ طيب. طب مثلا هقول لك حاجه، في عندك الكليه مثلا عامله كده، دي الكليه كان داخلها شريان معين بالمنظر ده، دي الشريان بتاعت الكليه، والشريان ده اتقفل لاي سبب كان، بجلطه باي حاجه، هيموت يجي الاف الخلايا. هل ده حاجه منظم ليها او حاجه مدبر ليها؟ لا، ده حاجه يعني ايه انبروجرام، مش كده كده. طب هي خليه واحده ماتت، يعني واحده ايه يا عم؟ ده الاف، ده حته كبيره من الخلايا، من الكليه ماتت. في المنظر عامل ازاي؟ ماشي. ده بنسميه نيكروزس. اسمه يا اخوانا ايه؟ نيكروزس. اسمه كده، ده اسمه نيكروزس. يبقى اقول كده مع بعض، ايه الفرق بين ابوبتوزس ونيكروزس؟ عايز فرقين. الابوبتوزس ديث اوف سنجل سيل، طب والنيكروزس ديث اوف جروب اوف سيلز. الابوبتوزس بروجرامد، ماشي، منظمه بالجهاز المناعي بتاعنا، والنيكروزس انبروجرامد، غير معد لها ايه مسبقا، حاجه حصلت غصب عن الايه، عن الجسم ده. فهمت المنظر؟ يعني اقول لك حاجه، انا ممكن اروح مثلا ايه، عايز اعمل توضيبات في الشقه عندي، فدخلت المطبخ لقيت مش عارف في ميه وفي مسير ضربه فيه وما اعرفش ايه، حلو كده. فجبت السباك، بعدك شيل دي واعمل دي، انا اللي عامل الكلام ده كله، صح كده، تمام، ورتب دي تاني وظبطها وبتاع وخلاص، شلت القديم ده كله رميته، ماشي، وبدات تظبط الايه على وضع جديد، ده اسمه ابوبتوزس، كويس. طيب انا كنت غايب عن الشقه فتره، والمطبخ بدا في ميه بتنشع فيه وما اعرفش ايه، وراح وقع المطبخ والسقف والدنيا اتدمرت، انا عملت الكلام ده؟ لا، ده حصل غصب من ايه؟ غصب عني انا، مش منظم لها. ده اسمه الايه بقى؟ ده اسمه النيكروز. فهمتوا عامله ازاي؟ في عندي نوعين من السيلدس، بروجرامد وان بروجرامد. البروجرامد بيبقى سنجل سيل بس هي اللي بتموت، والان بروجرامد بيبقى ايه؟ مجموعه كبيره جدا من الخلايا بت ايه بتموت مع بعضها. فهمتوا المنظر؟ صعبه. يبقى لو قال لي كده، بصوا بقى السؤال كده هنا بقى، ايه هي المنشن الريزلت بتاع السيل انجري؟ يبقى اقول له ايه؟ على حسب، ها، ليثل ونون ليثل. نون ليثل يعني بيعمل ايه؟ التاثير بتاعه، ها، بيموت ولا لا؟ ها، ما بيموتش، جاست تشينج في المورفولوجي والميتابوليزم. طب ريفرسيبل ولا ريفرسيبل؟ ريفرسيبل. وده بنسميه ايه؟ ديجنريشن. خلصنا من دي خلاص. يبقى يا جماعه الديجنريشن ده ريفرسيبل ولا ريفرسيبل؟ ريفرسيبل، ماشي، بشرط ايه؟ بشرط يا اخوانا ريموفال اوف انجوريوس ايجنت. يعني يا جماعه الديجنريشن ده ريفرسيبل بشرط واحد، ان انا اشيل سبب الايه الانجري ده، تمام كده. طيب لو كان ليثال سيل او ليثال كوزز تعمل ايه؟ ها، ليثال، ها، هتعمل ريفرسيبل سيل انجري، صح كده. على حسب بقى اللي هو اسمه لنا ايه، ديث اوف ايه اوف سيلز. الديث اوف سيلز ده لو خليه واحده ومنظم ليها ومعد ليها مسبقا، ده بنسميه ايه؟ قلنا ايه؟ ابوبتوز. لو كذا خليه ماتت، مش كلام، بدون اراده الجسم، حاجه غصب عنه، دي بنسميها اخوانا اسمها نيكروز. فيها مشكله؟ صعبه. طيب ده اجابه سؤال تاني، منشن كوزز او منشن ريزلتس اوف سيل ايه اوف سيل انجري. طب لو قال لك كوزز، قال له بقى اللي هي التوكسين بقى والفيزيكال والكيميكال ومش كلام، دي كلها اسمها الايه الكوز بتاعت. فهمتوا المنظر؟ فما تلخبطش اجابه سؤال في سؤال ايه في سؤال تاني. انا بس همشي معاكم نظام، يعني لو خدنا جزء معين هقول لكم اسئلته ايه، ماشي، اللي كل ما جه فين في امتحانات قبل كده فيها، عشان بس مشكله الباثولوجي يقول لك انا اجاوب ازاي في الامتحان، يعني انا فاهم بس مش عارف اجاوب ازاي، يعني السؤال هيجي ازاي يعني. فانا هوريكم امثله على الاسئله. ادي اول سؤالين اهم، منشن كوز اوف سيل انجري، السؤال الثاني منشن ريزلتس اوف سيل انجري. فيها مشكله السؤالين دول يا اخوانا؟ صعبين. طيب السؤال بقى دلوقتي، طب كده ايه، نشوف الكلام اللي مكتوب. انا عملت بس ايه مذكره او ورق صور في الجزء ده. يبقى احنا قلنا السيل انجري يا اخوانا مع بعض كده، اول حاجه الكوزز، او بمعنى اخر ايه هي التايبز اوف انجوريوس ايجنتس. اتكلمنا على مايكرو اورجانيزم، صح، وقلنا توكسينز، وايه، تروما، راديشن، هيت، ده ايه ده اللي هي الفيزيكال، يعني هايبوكسيا، اسكيميا، ايه الفرق بينهم؟ هايبوكسيا نقص اكسجين، اسكيميا نقص بلاد سبلاي. الاسكيميا تؤدي الى
هايبوكسيا، بس ممكن تحصل هايبوكسيا من غير اسكيميا صح؟ ماشي. نيوتريشنال ديستربنس، الرجيك رياكشن، ها جينيتك، دي كلها اسباب الايه دي اسمها انواع الانجوريوس ايجنتس او كوزز اوف اوف ايه يا اخوانا اوف سيل انجري. في مشكله في دي؟ طيب حاجه تانية، ايه هي الريزلتس اوف سيل انجري؟ قلنا لو ها نون ليثال انجوريوس ايجنتس بتؤدي الى ها ريفرسبل سيل انجري، اسمه ايه ده؟ ديجنريشن. قلنا اللي بيحصل في الديجنريشن يا اخوانا ميتابوليك اند مورفولوجيك تشينج انتج، بس ريفرسبل بشرط ايه؟ بشرط يا اخوانا ها ريموفال اوف انجوريوس ايجنتس. طب لو ما شلتوش هيقلب بايه؟ بنكروز، او يقلب بموت الايه؟ بموت الخلايا. فهمت المنظر عامل ازاي؟ يعني لو عالجتها مش هترجع نورمال تاني خلاص، انما لو ما عالجتهاش هتقلب بايه؟ بمشكله اكبر ممكن تؤدي الى سيل ايه؟ سيل ديث. فهمت المنظر؟ طيب طيب لو ليثال انجوريوس ايجنت هتؤدي الى ها الريفرسبل سيل انجري او سيل ديث. طيب وفي نوعين قلنا نيكروزس وابوبتوزس. يلا كده النيكروز ايه الفرق بينهم؟ النيكروزس ان بروجرام، الابوبتوزس بروجرامد. النيكروزس ديث اوف جروب اوف سيلز، الابوبتوزس ديث اوف سنجل سيل. صعبه؟ في اي مشاكل؟ يعني قصدك الابوبتوزس او النيكروز الاثنين ايرفيرسبل؟ ايوه الاثنين ايرفيرسبل ماشي، بس واحده معد لها مسبقا واحده غير معد لها مسبقا. فهمت المنظر عامل ازاي؟ واحده بروجرامد واحده ان ايه ان بروجرامد، واحده سنجل سيل والثانيه بتبقى ايه جروب منين من السيلز. فهمتم؟ طيب طيب دلوقتي لو انا حبيت بقى اقول لكم حاجه، ما هو مين يعرف لي بقى كده؟ تعال ايه نجاوب السؤال ده مع بعض. بص برضه ايه هنشرح كده وبعدين نقرا مع بعض الموضوع ده. بص يلا تعالى كده درس بقى، اول درس عندنا ديجنريشن. مين عرفوا لي بقى؟ يلا كده على ضوء اللي احنا خدناه ده كله بقى عرفوا لي بقى ها ديجنريشن. ها بص عايز اعمل حاجه ديفينيشن، يعني الكلمه دي ما هو تعريف ديجنريشن؟ ها مين يعرف لي بقى؟ ميتابوليك اند مورفولوجيك تشينجز ان سيلز ماشي، او ممكن نقول تيشوز وخلاص مش فارقه يعني اوكي تمام. طيب لسه ما تعريف ناقص، هو ريفرسبل ولا ايرفرسبل؟ ده ريفرسبل صح، ده ريفرسبل سيل انجري، بس في علامه استفهام كده بروفايدد ها ريموفال اوف انجوريوس ايه ايجنت. مش دي يعني هو ريفرسبل كل حاجه، بس بشرط مش مثلا ايه مش 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 خلاص التوكسين دخل الجسم حصل ديجنريشن وهيخف كده، لا لا تعالج التوكسين الموجود ده، تشوف حاجه تشيله بيها، تدي حاجه مضاده ليه ماشي كلام عشان يخف. في بكتيريا موجوده تعمل ديجنريشن، بس لازم تديها مضاد حيوي او تدي اي حاجه عشان تخلص منين من البكتيريا الموجوده دي. طيب وده ريفرسبل ايه سيل انجري. وفي حته مهمه جدا عايز اقول لكم عليها، بص يا اخوانا الخلايا بتاعتنا ليها سيل ممبرين صح، وليها نواه، وحواليه وحواليها ايه ده؟ ايه اللي بره ده؟ عباره عن سيتوبلازم اللي هو ده. ايه الحاجه في الخليه دي اللي لو اتدمرت الخليه دي هتموت؟ النواه صح كده؟ معايا؟ يعني لو جيت مثلا على بني ادم مثلا قطعت دراعه هيموت؟ لا. رجليه؟ لا مفيش مشكله خالص يعني ممكن يعيش من غير دراعه ورجليه صح كده؟ تمام. حوضه يمكن يمشي برضه، انما مخه ماشي خلاص كده ما ينفعش، ينفع بقى ماشي يا اخوانا. فالنواه دي لو اتدمرت يبقى الخليه ماتت، الخليه اتشقلبت والنواه سليمه مفيش مشكله خالص، اهم حاجه النواه يكون سليم تمام كده. ده عقل ومخ الايه الخليه المدبر ليها. فهمت المنظر؟ ففي اي حاجه من دول لازم تقول لي كده هنا ان النيوكليوس مالها نوت افكتد. ليه؟ ده فرق مهم جدا. يعني بيجي يقول لك ايه الفرق المهم قوي بين الديجنريشن والنيكروز؟ تقول الاسباب، ما هي نفس الاسباب صح كده؟ مش نفس الاسباب بس ديت يعني ايه ضعيفه شويه ودي قويه شويه صح كده؟ بس يعني هو توكسين هنا توكسين هنا، ناقص اكسجين ناقص اكسجين، بس ده يعني ايه ضعيف وده قوي. ايه الفرق المهم؟ النواه. ان في النيكروز مين اللي بيتاثر او مين اللي بيختفي؟ النواه بتتكسر، انما في الديجنريشن النيوكليوس از نوت افكتد سليمه ماشي يا اخوانا. بس بتلاقي ان السيتوبلازم مش عارف فيه حبيبات ايه والخلايا منفوخه، ماليش فيه، انما اخبارها ايه سليمه خلاص مفيش مشكله كل ده يخف ان شاء الله. معايا؟ لان لما العمليه بتطول مين اللي بيتاثر؟
النواة تروح الموضوع قلب بايه؟ قلب بنكروز. فهمت المنظر؟ فمهم جدا في الموضوع ده في الديجنريشن ان تقول ايه؟ ان النواة is not ايه affected. فهمتم؟ طيب السؤال ده كده تعريف الديجنريشن صح؟ طب مين يقول لي causes of degeneration؟ ايه causes؟ عادي يا عم صح؟ ايه اللي هي الانجوريوس ايج؟ انواع الانجوريوس ايه ايجنتس كلهم قولهم كلهم عم. اقولهم اقولهم بس اقول ايه نون بصوا كده كوز اوف ديجنريشن نون ها ليثال انجوريوس ايجنتس از بص بقى مايكرو اورجانيزم وتوكسين وكذا بس كلها ايه ها نون ليثال غير قاتله ماشي كلام واضح. طيب انواع يعني الكلمه دي ولك ولا بص انت قلت لي دلوقتي الديجنريشن ده بيحصل تغير فينها في الميتابوليزم والمورفولوجي بتاع والمورفولوجي بتاع مين بتاع السيلز دي كويس. طيب التغير ده يعني ايه عباره عن ايه يعني ايه المورفولوجي الخليه بتتملى حاجه معينه او بيتراكم حاجه معينه فين في قلب الانسجه دي ماشي. ايه التراكمات يعني بتلاقي النسيج مثلا او الخليه اتراكم فيها ميه اتراكم فيها دهون اتراكم فيها حاجات زي المخاط كده ماشي اتراكم فيها بروتينات ماشي يعني هي نورمالي ما كانتش موجوده بالكميات دي وزادت او ظهرت في قلب الايه الخليه دي. فهمتوا المنظر بدا التغير. طب الخليه سليمه يعني النواه سليمه ولا النواه سليمه يا جماعه ده الموضوع ده اسمه ايه ها ديجنريشن. طب ريفرسبل ولا ريفرسبل ريفرسبل يا عم بس بشرط انك تعمل ايه تشيل مينها المسبب. فهمتوا المنظر عامل ازاي. فقال لك بص انواع الديجنريشن على حسب اكوردنج الايه تعال نشوف كده مع بعض. قال دلوقتي ممكن في بعض الليثال او النون ليثال فاكتورز دي او الايجنتس ديت تؤدي الى زياده الميه في الانسجه ماشي. في انواع بتزود الدهون في الانسجه ماشي. في انواع بتزود المخاط في الانسجه اسمه ميوسين. في انواع من الديجنريشن بيزيد فيها بروتينات في الانسجه ماشي. يبقى تاني كده الديجنريشن ممكن يكون التغير اللي بيحصل ده ميه بيزيد في النسيج دهون بتزيد في النسيج ميوسين بيزيد في الخلايا او بروتين بيتراكم فين في الانسجه ماشي. طيب لو الميه زادت ده بنسميه حاجه من اتنين في نوعين كده من التغيرات دي ممكن نقول اسمه كلاودي سويلنج او هيدروبيك وفي نوع تاني اسمه هيدروبيك ديجنريشن. النوعين دول ديجنريشن ريفرسبل ولا ايريفرسبل ردوا معايا ها ريفرسبل صح كده. ايه اسبابهم ما احنا قلنا نفس الاسباب اللي فوق صح كده تمام. طب النواة اخبارها ايه في النوعين دول ها افكتد ولا نوت افكتد نوت افكتد. طب ايه اللي بيحصل فيهم مين اللي بيزيد الميه ماشي. الفات ده بنسميه فاتي ديجنريشن. طيب لو الماده المخاطيه زادت بنسميه ميوكويد ديجنريشن. طب لو بروتينات زادت ده في منه نوعين في حاجه اسمها هايلاين ديجنريشن شفاف نوع بروتينات يعني موجود وفي حاجه اسمها امايلويد ديجنريشن. تاني بسرعه كده يا اخوانا اقول معايا كده دلوقتي في عندي انواع من السيل انجري مش كلام. الاسباب تفرق في حاجه الاسباب مش هطلع بره كده. ايه اسباب السيل انجري قلنا مايكرو اورجانيزم توكسين فيزيكال ممكن مواد ايه ممكن جينيتك فاكتور ممكن تغذيه فيها مشكله تمام كده. دي كلها ليه الاسباب. الاسباب دي على حسب يا اخوانا ممكن تكون ايه وايه قويه او ضعيفه. قويه اسمها قلنا ليثال ضعيفه اسمها نون ليثال. لو قويه بتعمل ايه ديجنريشن ريفرسبل ولا ايريفرسبل ريفرسبل ده قصدي لو قويه بتعمل ايه قصدي قلنا ايريفرسبل سيل انجري مش كده بتموت الايه الانسجه. وعلى حسب الايه النسيج الماده لو خليه واحده اسمها ايه ابوبتوزس كذا خليه مع بعض اسمها ايه نيكروز. طب لو ضعيف بتؤدي الى ديجنريشن ماشي ريفرسبل ولا ايريفرسبل ده ريفرسبل. طب الديجنريشن ده يا سيدي ماشي ماله على حسب نوعه ممكن مش هنقول في تغير في ميتابوليزم والشكل ولا ممكن التغير ده يكون ميه زادت صح كده. يبقى دي ليه اسماء. ايه الاسماء بتاعته يا اما يكون ايه قلنا حاجه اسمها كلاودي سويلنج او هيدروبيك ايه ديجنريشن. طب لو الدهون زادت في الانسجه يبقى فاتي
طب المخاط زاد في الأنسجة ميوكويد، طب بروتينات زاد في الأنسجة يبقى هيالين أو حاجة اسمها أميلويد. في مشاكل صعبة يبقى لك enumerate types of degeneration according to accumulated أو precipitated إيه substance. لو مية هيالين اسمه يقولنا cloud swelling hydrophobic، لو فات فاتي، ميوسين ميوكويد، بروتين هيالين، في نوع تاني اسمه إيه أميلويد. في أي مشاكل في دول أخواننا؟ ماشي صعبة. طب كلاودي سويلنج اللي بيزيد، بص معا كده كلاودي سويلنج ده، بص كومونست مايلدست فور، يعني الكلام ده مش احنا فعلا عندنا عمل ديجينيشن صح كده، ممكن زي كده هيدروبيك مش عارف قلنا اسمه فاتي ميوكويد هيالين اميلوز صح كده، ابسط نوع فيهم كلهم اللي هو ده اللي اسمه ايه الكلاود سويلنج ده ماشي. واشهر نوع كمان، واشهر نوع منين من الانجري اللي بيحصل اسمه ايه الكلاود سويلنج ده خلاص. طيب وايه اللي زاد في الانسجه فيه؟ ووتر صح كده. بص معايا تعال كده برضو ايه نشوف اللي مكتوب هنا. بص تحت هنا، بص معايا دلوقتي نتكلم على ها ريفرسيبل سيل انجري اسمه قلنا ايه ها ديجنريشن. ده عباره عن ايه يا اخوانا بقى؟ ديفينيشن كده بسرعه عشان ايه نراجع كده بسرعه. ها ده عباره عن ميتابوليك اند مورفولوجيكال تشينج ان تيشوز وين اكسبوز تو انجوريوس ايجنت صح كده. بس ايه الشرط بقى؟ نوت سيفير تو كيل ذا سيلز، او بمعنى اخر نون ليثل. اصل ما تقولي نوت سيفير تو كيل، طب تقولي نون ليثل وخلاص مش كلام. نون ليثل ايه؟ نون ليثل انجري. طب انواع الديجنريشن قلنا ايه؟ في ايه؟ كلاودي سويلنج، ها هيدروبيك دول عباره عن ايه دول؟ ووتر. فات ديجنريشن ده اللي بيحصل هنا فات، ميوكويد ميوسين هايلاين واميلويد دول عباره عن بروتينات، سواء الهايلاين ده او الاميلويد دول عباره عن ايه؟ الاثنين دول عباره عن بروتينز. في اي مشاكل كده صعبه؟ طيب حد مع في اي مشكله يا اخواننا ماشي معايا كده؟ نبدا بس ناخد النهارده ده وخلاص، وبعدين نحل شويه اسئله كده اللي احنا خدناهم دول. الكلاود ده ميه صح كده، قلنا مايلدست وايه ها وكومونست. يبقى لو جالك في امتحان كده مايلدست اند كومونست فورم اوف ديجنريشن از، ويحط لك الانواع دي كلها فاتي، هقول له مين ها؟ كلاودي سويلنج. دور كده وهو ده الكلاودي صح كده، دور عليه في الايه في الاختيارات اللي عندك. ماشي بص كلاودي سويلنج تعال نشوف مع بعض كده ايه اللي بيحصل فيه ده. يا رب دلوقتي تيجي نبص هنا دي نورمال سيل. هو الكلاود سويلنج بيحصل فين؟ ماشي قال لك بيحصل في الاورجان اللي فيها كتل جامده من الخلايا، كتل صلبه كده من الخلايا. ايه الاورجان اللي فيها الكتل الجامده دي؟ قال لك ثلاثه. ايه هم الثلاثه دول؟ احفظهم صم. ايه هم؟ ليفر و الكدني والهارت، العضله بتاع القلب جامده قويه مش كلام. في ثلاثه اورجان مشهورين ماشي في الديجنريشن عموما، ايه هما؟ الليفر الكدني الهارت ماشي. يعني لو قال لك مثلا سؤال مثلا واحد من الاورجان دي مثلا ما بيحصلش فيه كلاودي ايه سويلنج ماشي، وجاب لك ليفر كدني هارت برين، يبقى مين؟ برين. مين اللي بيحصل فيه؟ ليفر كدني هارت. اشهر ثلاثة اورجان في الكلاودي سويلنج والهيدروبيك والفاتي مين؟ ها ليفر كدني هارت ماشي، تحفظوا زي اساميكم. طيب مثلا دي خليه في الليفر او خليه في الكدني او خليه في الهارت ايا كان، دي خليه نورمال عاديه خالص ماشي. انت ايه دلوقتي اللي حصل؟ قالك في حاجه اسمها كلاودي سويلنج. اسمها يا اخوانا ها كلاودي سويلنج. يعني سويلنج؟ سويلنج يعني حاجه ورم صح كده ماشي. قالك ده كلاودي سويلنج، هو ده عباره عن ايه؟ بص معايا مايلدست كومونست فورم اوف ديجنريشن. سؤال بس هقول لكم عليه، هو كلاود سويلنج ده
ريفرسبل ولا ايرفرسبل؟ ريفرسبل صح كده. طيب سؤال تاني معلش، هو الكلاود سويلنج ده اسبابه ايه؟ احنا قلنا هي نفس الاسباب صح كده، توكسين والحاجات دي كلها ماشي تمام. طب هو الكلاود سويلنج ده النواه بتاع الخليه اخبارها ايه؟ نوت افكتد مش كلام يعني، ممكن تغير في اي حاجه تانية سيتوبلازم سيل ممبرين بس النواه ايه ها از نوت ايه افكتد. طيب الكلاود سويلنج ده ايه اللي بيحصل فيه؟ ايه الاورجن المشهوره في كلاود سويلنج؟ ليفر كيدني هارت، ليفر كيدني ويها وهارت. طب ايه اللي بيحصل فيه؟ قال لك كاركترايزد باي سويلنج اوف سيل صح. بص الخليه دي النورمال، دي الخليه الايه اللي حصل فيها كلاود سويلنج مش كلام، ديت لما كانت نورمال دي لما حصل فيها كلاود سويلنج فحصل سويلنج اوف سيلز. وايه اللي حصل تاني؟ ايه ده؟ في حبيبات داخل الايه السيتوبلازم، بيقول لك في جرانيولار او جرانيولاريتي اوف سيتوبلازم. طب معلش ما برضه يعني ايه كلمه كلاود سويلنج ده؟ ما كلمه سويلنج يعني حاجه منفوخه مش كلام، متورمه يعني كلاود يعني معكره يعني اللي حصل ايه ان السيتوبلازم او الخليه اتنفخت والسيتوبلازم معكر، في جرانيولز في قلب الايه في قلب السيتوبلازم، عشان كده سموه ايه كلاودي سويلنج، خليه منفوخه مع سيتوبلازم ايه معكر مع عكاره في قلب الايه السيتوبلازم ماشي. طيب حلو، يبقى ده عباره عن سويلنج في السيلز وفي جرانيولز موجوده فين؟ في قلب الايه في قلب السيتوبلازم. طيب بص معايا، لما جينا على الكلاودي سويلنج ده قلت حاجه، بص بقى كلاودي سويلنج بص تعال كده الاول ايه ديفينيشن كوزس، ايه الديفينيشن؟ ده عباره عن مايلدست فورم اوف ديجنريشن وكومنست فورم، يتميز بيه قلنا ها سويلنج في السيل وايه تاني في السيتوبلازم ها وجرانيولز في قلب الايه السيتوبلازم صح. الكوزس العادي يعني العادي اسكيميا وهايبوكسيا ونقص النيوتريشن وجينيتك ديستربنس مش كلام حلو قوي. طيب بص بقى كده هنا ايه التعريف؟ قلنا حصل ها سويلنج اوف سيل صح، وايه تاني؟ جرانيولز ان سيتوبلازم. شوف المنظر ده ازاي دول عملوا ده ماشي، يعني دلوقتي تقول مثلا هايبوكسيا اسكيميا بتاع او توكسين صح كده، ازاي الهايبوكسيا او التوكسين او الحاجات دي كلها ادت الى المنظر ده ان الخلايا منفوخه وحصل ايه جرانيولز او تكون جرانيولز في قلب الايه في قلب او ظهرت جرانيولز في قلب الايه في قلب السيتوبلازم ده. بصوا الكوزز دي عشان تؤدي للمرض ده حاجه اسمها ده الباثولوجي اللي حصل صح. ايه الباثولوجي اللي ظهر قدامك؟ ان في سويلنج في السيل وفي فينها جرانيولز في قلب الايه السيتوبلازم. فانا عايز اعرف ايه الميكانيزم اوف باثولوجي، مش فاهم يعني ايه اللي حصل دي بيسموها. بصوا فاكرين في السبرم تكوين السبرم اسمه ايه؟ سبرماتو جينيسيس. الاوفوم تكون اسمه ايه؟ او جينيسيس. الباثولوجي اتكون ازاي؟ باثو جينيسيس. اسمه اخواننا ها باثو جينيسيس، ازاي ده حصل من ده ماشي، ازاي التوكسين مثلا عمل كلاودي سويلنج صح. فدي احنا كده بنسميه باثو جينيسيس، اسمه ايه ها باثوجينيسيس. بص معايا تعال كده ايه نفتكر مع بعض الخليه ما اعرفش حطها في الهيستولوجي او في الفسيولوجي. ده النواه صح، ده السيل ممبرين، وفي جوه السيتوبلازم مين دول؟ ميتوكوندريا. ايه وظيفتهم الميتوكوندريا دول؟ بيعملوا ايه؟ بيفرزوا بينتجوا الطاقه صح كده، اللي هو عن طريق حاجه اسمها الاي تي بي مش كده. ايه الوظيفه المهمه جدا للاي تي بي ده؟ قال لك في السيل ممبرين كده في بامب مهمه جدا اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب ماشي، اسمها يا اخوانا ايه صوديوم بوتاسيوم ايه بامب، دي مهمه جدا عشان حاجه اسمها سيل ممبرين ترانسبورت او صوديوم بوتاسيوم بامب. بتعمل البامب دي يا جماعه؟ قال لك البامب دي بتحافظ على الصوديوم بره وعلى البوتاسيوم فين؟ جوه الخليه. البامب دي بتحافظ على مين بره ها؟ الصوديوم، ومين اللي جوه؟ البوتاسيوم. وعشان البامب دي تفضل شغاله محتاجه الاي تي بي، محتاجه مين؟ محتاجه طاقه اللي هي مين دي؟ الاي تي بي، بنزين بيشغل. مين اللي بينتج الاي تي بي؟ ها الميتوكوندريا. بس خلاص بس خلاص. ايه نيجي بقى على الانجوريوس ايجنت اللي اتكلمت عنه ده، الانجوريوس ايجنت
هيعمل ايه؟ هيخش الخلية او هيأثر على مين؟ مين دول؟ الميتوكوندر. هيعمل دامج للميتوكوندر. هيكسر مين؟ الميتوكوندر. طب يلا بقول ايه اللي حصل بقى. ماشي؟ هيكسر الميتوكوندر، ما عادش فيه اي تي بي، هيقل الاي تي بي، صح كده؟ مين مش هيشتغل؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب. هو البامب دي بتعمل ايه اصلا؟ بتخلي الصوديوم بره وبوتاسيوم جوه، خلاص؟ فالعكس هيحصل. مين هيخش جوه الخليه؟ الصوديوم. مين هيطلع بره؟ الميه. الصوديوم يخش مع ميه، البوتاسيوم قصدي يطلع بره، والصوديوم بيخش مع ميه، بيخش مع ايه؟ ها يعني الصوديوم بصاحب الميه على طول، يخش الصوديوم ومعاه ميه، خلاص. ايه ده؟ طب الخلايا اتملت صوديوم وميه، حصل لها ايه؟ ها سويلنج، وفيها ميتوكوندريا متكسره، في جرانيولز. ايه الجرانيولز دي؟ ميتوكوندريا متكسره بس، خلاص. ماشي؟ يبقى تاني كده، كيف حدث الكلاودي سويلنج؟ اسمه الموضوع ده باثوجينيسيس. فاقول له والله الانجوريوس ايجنت اللي انت اتكلمت عنه ده عمل دامج لمين؟ ها الميتوكوندريا. ابدا السلسله بقى. لما حصل دامج للميتوكوندريا اللي قال الاي تي بي، لما قال الاي تي بي مين اللي ما اشتغلتش؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب. بتعمل البامب دي مين اللي بره؟ صوديوم. مين اللي جوه؟ دي وظيفتها. ماشي؟ لما الطاقه انتهت، البنزين خلص، البامب وقفت، فالصوديوم دخل مع ميه وطلع البوتاسيوم، خلاص خلص الموضوع. صوديوم دخل مع ميه، الخلايا نفخت وفيها اصلا ميتوكوندريا متكسره، حبيبات اللي عباره عن بقايا الميتوكوندريا الايه؟ المتكسره بس. فحصل كلاودي ايه؟ كلاودي سويلنج. فهمت المنظر عامل ازاي؟ صعبه؟ تعال نشوف هو كاتب ايه. بصوا يا شباب، كلاودي سويلنج او ساعات بيسموه البيومينس ديجنريشن، لان في ايه البيومينس؟ اللي هي الحبيبات يعني اللي موجوده جوه الايه؟ جوه الخلايا المتكسره دي، اللي هي نواتج الحبيبات دي اللي هي الميتوكوندريا الايه؟ المتكسره دي. بصوا هنا، بصوا يا شباب، ده عباره عن سويلنج اوف سيلز، سيلول سويلنج اند سيتوبلازميك جرانيولاريتي، ذا مايلدست وكومنست و ريفرسبل، صح كده؟ ما لازم ما ديجنريشن مش كده برضه؟ بس بروفايدد ان تعمل ايه؟ ريموفال اوف انجوريوس. طب مين يقول الموست كومن سايت فور او ايه الموست كومن اورجانز افكتد ان كلاودي سويلنج؟ ليفر، كيدني، هارت. ليفر، كيدني، هارت. ماشي؟ طيب باثوجينيسيس، ذا انجوريوس ايجنت، بيعمل ايه بقى؟ عد معايا كده، ها، دامج تو ميتوكوندريا ولوس اوف اي تي بي فورميشن، فيلير اوف اكتيف سيل ميمبرين ترانسبورت اللي هي اسمها ايه؟ صوديوم، ها، بوتاسيوم، ايه، بامب. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ الصوديوم بيخش مين؟ ها الخليه، والبوتاسيوم بره الخليه، ده نتيجه دي مش كده؟ وبعدين اكسسيف انترا سيلر صوديوم از فولود باي اكوميليشن اوف، ها، اوف ايه؟ اوف ووتر، بتخش مع مين؟ ها الميه. ماشي؟ في اي مشكله؟ ده ازاي حدث الايه المرض ده؟ في اي مشاكل يا اخوانا؟ طيب ماشي. وبعدين يا عم بص يا سيدي، دلوقتي في حاجه، بص يا سيدي، احنا قلنا مثلا ايه اشهر اورجان بيتاثر بالموضوع ده؟ ليفر، كيدني، هارت مثلا كده. طب ناخد مثلا مثال على الكيدني او الليفر مثلا، ادي ليفر يا جماعه اهو، وادي كيدني مثلا قدامنا، تمام؟ مالهم؟ ليفر حصل فيه كلاودي سويلنج، مش كده؟ يعني ايه اللي زاد جواه؟ الميه، صح كده؟ طب بص معايا، في بقى حاجه كده، في سؤال بيقول لك في حاجه اسمها باثولوجيكال ليجنز. ماشي؟ اسمها ايه؟ احنا قلنا ايه التعريف؟ المرض، صح كده؟ اسباب المرض، مش كده؟ كيف حدث المرض؟ الانجوريوس ايجنت، دمر الميتوكوندريا. كيف حدث المرض؟ اسمها قلنا ايه؟ باثوجينيسيس. ايه اللي انت بتشوفه بقى في المرض ده؟ قال لي والله في حاجات بشوفها بالعين المجرده، وفي حاجات بشوفها بالميكروسكوب. ماشي؟ يعني في حاجه بشوفها بعينيا، اكشف على العيان بجهاز اشعه بسونار بتاع، ماشي؟ تمام؟ او حاجات بشوفها بالايه؟ باخد عينه من الاورجان ده واشوفها تحت الايه؟ الميكروسكوب. دي بنسميها ايه؟ الاصابات. انت بتشوفها بقى الباثولوجيكال ليجنز، دي حاجه بتشوفها بعينيك او حاجه بتشوفها تحت الايه؟ الميكروسكوب. اللي هتشوفه بعينيك بنسميه كده جروس بيكتشر، ماشي؟ اللي هتشوفه بالميكروسكوب اسمه مايكروسكوبيك بيكتشر. يعني كلمه جروس حاجه اشوفها بعيني، حجم الاورجان بعامل ازاي، لونه، مش كلام، البوردرز بتاعته،
طري ولا ناشف، دي حاجه بعيني وانا بكشف على العيان بحس بالكلام ده كله. او بعد ما واحد بيموت مثلا مش كلام، وبطلع الاورجان ده في الطب الشرعي ولا بتاع، ببدا اشوف الايه الاورجان اللي حصل فيه. او طب انت شفت الاورجان حجمه كبير، انا عايز اعرف السبب، رحت ايه واخد منه عينه ماشي بابر كده معينه، وابدا احطها تحت الميكروسكوب وابدا اتفرج ايه عليها. ده اسمه ايه بقى هنا؟ ايه مايكروسكوبيك ايه بيكتشر ماشي. دي ليها اسم تاني برضو، ليها اسم كده نيكد اي ابييرنس، او المنظر بالعين المجرده، يعني مش ميكروسكوب، يعني بيسموها نيكد اي ايه ابييرنس، بتبص بعينك بتشوف. فقال طب افرض ما ماتش يا عم، واحد عايش وعنده كلاودي سويلين في الاورجان بتاعه مثلا، هشوفه ازاي؟ بالاشعه بتاعته، في سونار، في جهاز اشعه بتشوف بيه الكلام ده كله، في جهاز حاجه اسمها اشعه برانين بتتفرج على الكلام ده كله وتشوف الوضع عامل ازاي ماشي. انت مش هتطلع كبده بره معايا؟ طيب بس برضه بتشوفها بايه؟ بعينك، مش بالميكروسكوب يعني خلاص. او تاخد عينه وتشوف بالايه بالميكروسكوب، دي لها اسم تاني برضه اسمها ماكروسكوبيك بيكتشر ماشي. ماكرو ودي اسمها مايكرو، ماكرو حاجه كبيره كده بالعين يعني، مايكرو حاجه ايه. طب الاسم الشائع اللي هنستخدمه ايه؟ ده جروس ومايكروسكوب. حتى في اختصار يقول لك ايه جي بي يعني ها جروس بيكتشر، يعني ام بي معناها مايكروسكوبيك ايه بيكتشر. هذا الكتاب دايما كده يقول لك ايه جي بي ام بي، جي بي ام بي، جي بي قصده جروس، ام بي معناها مايك ايه مايكرو. هتقول لك ايه ام دي ماكرو ولا خلاص بقى ما احنا هنستعمل اسمين، ايه هما؟ جروس ومايكروسكوبيك. فهمت المنظر؟ طيب دي اسمها يا اخوانا قلناها باثولوجيكال ليجنز، اللي انت بتشوفه تمام كده حلو. طب يلا كده قولوا لي كده الليفر اهو قدامكم اهو، بصوا فين راح فين، ادي الليفر اهو. الليفر ده حواليه زي غلاف كده اسمه كبسول، اسمه اخوانا ها كبسول هنا كده لازق فيه كده. طيب قولوا لي بقى ده نورمال ليفر، وده ليفر حصل فيه كلاودي سويلنج، ايه الفرق؟ ايه اللي حصل؟ ايه التغير اللي حصل؟ الحجم اخباره ايه؟ زاد صح كده؟ يبقى اول حاجه انكريز سايز مش كده؟ ادي واحد مش كده؟ طيب اللون كان غامق بقى باهت صح كده؟ بيل، يعني بيل شاحب مليان ميه ماشي؟ طيب شايفين الاطراف بتاعته البوردرز؟ كانت شارب كده صح كده؟ بقت عامله ازاي ها؟ راوندد راوندد بوردرز، يبقى حجمه كبير صح كده؟ طب حاجه ثانيه، الليفر ده كان متغلف بكبسول كده معين صح كده؟ لما تنفخ الكبسول بقى عامل ازاي؟ بقى مشدود صح كده؟ اسمه تنس كبسول. يعني دلوقتي مثلا ايه؟ انا لابس هدوم معينه كويس؟ وايه وجسمي اتملى بلبس نفس الهدوم دي، ايه اللي هيحصل؟ لا مشدود على جسمي صح كده؟ بقى حاجه اسمها تنس كبسول تمام. طب بص كده معايا يقول لك لو جيت تمسك الكبده بايديك مليان ايه؟ مليان ميه، يبقى طري ولا ناشف؟ ده طري سوفت. وحاجه يقول لك ايه اسمع كده بلجنج كات سيرفيس، يعني الكلمه دي بصوا تعال مثلا بص على الكليه دي، الكليه بقت ها حجمها كبير نفس الكلام برضه بيل، الكبسول مشدود تنس كبسول. ولو جيت قطعتها كده بص المنظر ايه اللي حصل؟ يقول لك الكات سيرفيس نفسه بيبوظ كده لبره. ليه؟ لكن محبوس ماشي. عايز اقول ايه الراجل التخين ده لابس ايه جاكيت لازق عليه ده، اول ما الجاكيت قطع تيك كده ايه كل حاجه جايه طلعت من حته ماشي الكلام. بيقول لك بولجنج، ما مصدق ان في حته ايه اتفتحت فين في الايه في الهدوم بتاعته او الكبسول اللي مغطيه، فبيسموه بولجنج كات ايه كات سيرفيس. شفتوا عامله ازاي يا اخوانا؟ طيب برضو في معلومه عايز اقول لكم عليها مهمه قوي. بصوا يا شباب دلوقتي في عندي ثلاث كلمات هنستعملهم. انا قلت دلوقتي الليفر لما كان مليان ميه كان عامل ازاي؟ قلنا سوفت صح كده. في ثلاث مصطلحات هنستعملهم في الباثولوجي، في كلمه اسمها سوفت، في حاجه اسمها فيرم، في حاجه اسمها هارد. ايه تاني ها؟ سوفت فيرم هارد ماشي. طب يعني سوفت ديت يعني انا عايز اقول حاجه اعايرها، يعني سوفت دي زي ايه ماشي؟ يعني ايه الحاجه اللي ممكن اقول عليها زي مثلا كذا سوفت از فات ماشي؟ عارف الدهنه، حته الدهنه مسك بايدك كده الدهنه عامله ازاي؟ طريه صح كده. فكلمه سوفت دي تلاقي عامل زي ايه؟ زي الدهنه فات.
firm as cartilage. ماشي. Hard as bone. براحة بس كده براحة يعني hard زي البون. بص طب انا عمري مسكت مثلا كارتلج ولا يعني البون ده يمكن مسكته ناشف. انا عايز مثال من الحال العمليه بتاعتنا او الحاله الطبيعيه بتاعتنا. يعني عارفين القطن كيس القطن ده عامل ازاي؟ طاري صح كده. هو ده زي الدهنه بالظبط. الممسك بتاع القطن ده هو بالظبط الايه عامل زي الدهنه كده. طب الكارتلج ده عارفين استيكا الاستيكا ده عامله ازاي؟ جامده وكل حاجه يعني هي جامده بس هل هي صلبه؟ لا يعني مرنه مش كده. هي جامده بس فيها نوع من المرونه كده ده اللي اسمه فيرم. فلما لك فيرم زي الاستيك او زي حته الكاوتش ده اسمه ايه؟ فيرم. طب هارد ده عارف الخشب ناشف صح كده. هو ده اسمه ايه؟ هارد. طب في كاباثولوجي بقى ايه اللي يخلي اورجان سوفت؟ ايه اللي يخلي اورجان فيرم؟ ايه اللي يخليه هارد او ناشف؟ بص معايا. اللي يخلي الاورجان سوفت ان يتملى ميه او فات او مخاط. ماشي. مخاط اصلا بيقولك عامل زي الجيلي خلاص كده. يبقى لو انت مثلا اورجان مليان ميه يبقى ده سوفت. مليان فات فات اصلا يبقى بقولك از فات يبقى سوفت مش كلام. او مخاط برضو سوفت. اللي يخلي اورجان جامد زي الاستيك كده او عامل زي الكاوتش كده قال لك البروتين. لو تركن فيه بروتين كان فيه نوعين كده فيه بروتين فاكرين هايلاين واميلويد صح. يبقى في الهايلاين والاميلويد يبقى الاورجان فيرم صح كده. طب فاتي ديجنريشن اوف ليفر الليفر اخباره هنا ايه؟ سوفت ولا فيرم ولا هارد؟ سوفت. طب ايه اللي يخليه هارد ناشف بقى؟ قالك حاجتين. الكالسيوم مبون اصلا فيه كالسيوم صح كده. ماشي. لو فيه كالسيوم اترسب في قلب الاورجان ده او حصل حاجه اسمها تكلس في الاورجان ده ماشي بقى عامل زي الحجر كده. او الياف فايبرستيشن خدته هيستولوجي حاجه اسمها فايبروبلاست وكولاجين وبتاع. الياف الكولاجين دي ناشفه جدا ماشي. فلو الاورجان اتملى بالكولاجين ده يبقى ناشف عامل زي الحجر. فهمتم؟ طيب يبقى تعالوا كده نفتكر انواع الديجنريشن مع بعض كده. كان في ثلاث انواع او في كذا نوع من الديجنريشن. كان في حاجه اسمها كلاودي سويلنج صح. وكان في ايه؟ هيدروبيك. وكان في فاتي. وكان في ميوكويد. وكان في هايلاين. وكان في اميلويد. طب تعالوا نشوف طبيعه الحاجات الموجوده دي ايه. دول كان عباره عن ايه؟ ميه صح. وده كان عباره عن فات. وده كان عباره عن مخاط. وده كان عباره عن بروتينات صح كده. طب بالاورجان بقى هنا في ده يبقى ايه؟ في دول قصدي بقى ايه؟ هنا يبقى سوفت صح ميه وفات مش كده. والميوسين برضو معاهم صح كده. ده اهو ووتر فات ميوسين يبقى دول ايه؟ سوفت مش كده. طيب البروتين ده يبقى ها انا واحد فيهم ده استيكا ولا خشبه ولا قطنها؟ استيكا فيرم مش كده. ده اسمه ايه؟ كاوتش. يعني فيها مشكله. طيب يبقى اوصفوا الليفر كده تاني او كدني فيهم هيدروبيك كلاودي سويلنج. ايه اللي حصل؟ حجم حجم كبر صح. اللون بيل. الكبسول مشدود صح كده تنس. البوردرز راوندد ماشي. تمسكه بايدك سوفت ماشي تمام كده. طيب لو قطعته يبوظ البار صح كده. بلجنج ايه؟ جوه ما تقطع بس الكبسول كده تلاقي ايه الانسجه بتاعته طلعت من قلب الايه؟ من قلب الكبسول كده. بلجنج كات ايه؟ كات سيرفيس. ده كده يا اخوانا جروس ولا ميكروسكوبيك؟ ردوا عليا. ده جروس ولا ميكروسكوبيك؟ بعينيك يعني شفت الكلام ده ولا بالميكروسكوب؟ بعينيه يا عم. ده انا ماسكه بايدي كده وبتاع صح؟ والناس يقول لك ايه؟ وهيفي. ايوه طبعا مش هتملى ميه ماشي؟ وحجمه كبير اكيد تقيل يعني ماشي؟ السؤال بقى التاني. عايز حد فيه يالف كده يقول لي مايكروسكوبيك بيكتشر. خدت ليفر سيل اتفرج عليه ايه اللي فيها؟ ها جرانيولز في السيتوبلازم وحصل ها سويلنج. فاضل حاجه مش احنا قلنا ده سويلنج في السيل والجرانيولز في السيتوبلازم. يبقى اللي انت تشوفه بالميكروسكوب ان في سويلنج في السيلز بتاع الليفر او الكدني وفي جرانيولز في قلب الايه السيتوبلازم. في فاضل حاجه كلمه كمان ناقصه بدونها هتنقص. جدع. النيوكلياس از نوت افكتد. ليه؟ ما عشان افرقها عن الايه عن النكروزس. ده مش موت الخلايا صح؟ الخلايا مش ميته ماشي. ريفرسبل. طب الفيت بتاع المنظر ده او مصيره ايه؟ ريفرسبل ولا ريفرسبل ده بشرط ايه؟ ريموفال اوف انجوريوس ايه ايجنت. شفت المنظر عامل ازاي؟ طب نكمل الحته دي كده بسرعه يلا.
الباثولوجيكال فيتشر الاورجانز افكتد في الكلاود سويلنج اللي هم زي مين قلنا هارت ليفر ومينها وكيدني. الجروس الافكتد اورجان بيكم ها حجمه كبر وباهت ها وسوفت راوندد بوردر بالجنج كات سيرفيس وها في كلام جديد وتنس ايا كان بقى اذا كان كيدني ولا اذا كان ليفر هو نفس الايه نفس المنظر ده. طيب مايكروسكوبيك السيلز ار سولين وجرانيولر سيتوبلازم والنيوكليوس از نورمال. في اي مشاكل صعبه؟ تمام فهمتوا الكلام يا اخوانا؟ حد عنده مشكله في دول؟ هنقف لحد هنا بس هناخد شويه ايه اسئله صغيره كده. يعني دلوقتي الجزء ده ايه الاسئله اللي ممكن تيجي فيه؟ بص معايا بص يا شباب كده معايا الحته ديت عشان دي ايه برضو ايه نفهمها بعض. يلا نبدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مين يجاوب؟ يلا نبدا كده. مين بقى؟ قول لي السيلدس ماشي از ا ساين اوف. اختار حاجه من دول. يعني هل هو تكيف الخلايا؟ بقول لك سيلدس كده. الريفرسبل سيل انجري. ايوه صح، ما هو السيل ديت ده الريفرسبل سيل انجري خلاص وصلت كده ماشي. طب هل هو تراكمات جوه الخلايا؟ يا عم هي خليه ماتت الريفرسبل سيل ايه انجري ده عباره عن السيل ايه ديت. انا دي الاسئله كلها اللي جت فين في الجزء ده قبل كده اللي هم الصفحتين دول ماشي. طيب السؤال الثاني دكتوره depletion of ATP in the cell is due to. اختار واحده من دول. سؤال رخم شويه يعني كلمه depletion اختفى يعني او ايه نضوب مش كلام؟ ها ايه رايك؟ تمام بس انا اقول لك حاجه بص معايا مظبوط الاجابه هي فعلا مايتوكوندريال ايه دامج. طب ما دي صح يعني ودي برضو ممكن تمشي كده تمام بس ايه انا بتكلم عن حاجه محدده صح الاي تي بي ماشي بي ال ايه. طب مش الاسكيميا دي نقص بلاد سبلاي بتؤدي الى دامج ماليش دعوه بتؤدي لايه وبتاع ايه اللي نقص الاي تي بي في الخليه دامج لمين؟ ها الميتوكوندريا. فهمتوا المنظر عامل ازاي؟ ايه الدايركت كوز اوف لنقص مينها الاي تي بي؟ فهمتوا يا شباب؟ عشان برضو ممكن تلخبط في الامتحان تقول لك ايه طب ما الاسكيميا اندايركت ايه السبب الواضح قوي قدامك اكتبه اللي هو الميتوكوندريا الايه دامج. تمام ماشي قولي لنا دي لسه ما خدناهاش الحصه الجايه دي ده بقى هنا. جاوب السؤال ده بروجرامد سيل ديث از كولد بي اللي هي اسمها ايه ها اوبتوزس كده. امال النكروز دي كانت ايه؟ دي امبروجرامد. امال ايه ديجنريشن ده؟ ده مش ديث اصلا ده ريفرسبل سيل انجري مفيش حاجه ده خالص ماشي يا اخوانا. طيب امال ايه الكاريوليس؟ تعرف دول تسمع عنهم انت مش عارف دي خلاص هي او بتوزس. فهمت المنظر؟ طيب the following agents are causes of tissue injury except. عبد الرحمن انت قول ها بيقول لك الحاجات دي كلها بتعمل سيل انجري ماشي اللي هي العوامل بتاع الانزيم مش الكلام ما عدا. طب تعال كده نقول مع بعض هتقول اخر واحده مظبوط صح. طب تعال نشوف كده اخر واحده دي والكلام ده عشان برضو ساعات في الامتحان مش عارف اجاوب اقول ايه. بص والله بص يا سيدي يقول لك ايه بكتيريا فيروس فانجاي صح صح ولا غلط؟ ايوه طب كيميكال توكسين مظبوط هايبوكسيا صح هايبربليزيا ما اعرفهاش دي هي دي صح كده هي دي بعرف عارف ايه دي اصلا بس هي دي ماشي انا ما اعرفش ايه هايبربليزيا دي بس يعني ايه دي بتعمل دي بتعمل دي بتعمل ودي مش موجوده اصلا في الكوز بتاعت مين السنه. طبعا ليها تعريف البثولوجي عندكم إيه لا انكريز الجروس بتاع السيلز وبتاع بس انا قصدي دلوقتي ايه في الاختيارات اللي عندي مش هي دي اللي ايه تمشي مع الاختيارات الثانيه. فهمتوا يا اخوان عامل ازاي؟ طيب يبقى يمين الهايبر بليزيا ديت غلط طبعا. انت قولي بص كده هنا تعال نشيل دي كده بس الاول cloud swelling is due to intracellular accumulation of sodium صح. طب لو قال لي ميه برضو يعني لو شال الصوديوم وحط ميه مظبوط ما فيش مشكله خالص ماشي ما هو الصوديوم بياخد معاه ايه ميه بس مين الدايركت مين الاساس الاول ها الصوديوم يعني هو مثلا هل هو جلايكوجين لا ولا كالسيوم ولا بوتاسيوم بوتاسيوم اصلا طلع بره مش كده اللي دخل جوه الخليه هو مين ها intracellular مين يا اخوانا الصوديوم ماشي جاوب السؤال ده. The following organs are affected in cloud swelling except. صح مش كده تمام؟ ليفر ماشي، هارت ماشي، كدني مظبوط، البرين تمام؟ ده سؤال جه في حالة كده السؤال ده.
كل دول جم اصلا يا جماعه، دي كل الاسئله ممكن جت قبل كده فين في امتحانات، فيها مشكله؟ طيب انا عايز بقى ايه، مين 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 مين؟ بص جاوب السؤال ده من غير ما نرى اختيارات، ماشي؟ يعني السؤال ده شايفه the following could distinguish، يعني يميز، ماشي، apoptosis from necrosis programmed و single cell. يعني اللي بيفرق النكروزس الابوبتوزس عن النكروزس ان هو سنجل سيل وبروجرامز، صح؟ يبقى انا لو لقيت بروجرامد سيل ديس او سنجل دي هي الاجابه، صح كده؟ يبقى في دماغي كده الموضوع، تعال ندور كده ونشوف. يبقى الاختيار ان هو وش كده، هي ايه مش كده يا جماعه؟ ما اقراش بقى هو ايه، الابوبتوزس سنجل ديس، سنجل سيل ديس. فهمتوا يا اخوانا المنظر عامل ازاي؟ فهمتوا عامل ازاي يا اخوانا؟ طب لو قال لك بقى، طب اللي بيميز النكروزس عن الابوبتوزس يبقى ايه؟ ديث اوف جروب وان بروجرامد ايه سيلز ديس. فهمتوا يا شباب؟ طيب بقى كده في بقى سؤال تاني يقول لك ايه هنا، انيوميريت كوز اوف سيل انجري. سؤال اهبل قوي ده، جه قبل جه قبل كده طبعا في هيك كوزات والكلام ده كله، قول لي اسباب الايه السيل انجري، اقول له كيميكال توكسين بقى مش عارف مال نيوتريشن جينيتك فاكتورز، كل ده ايه ماشي معاه. طيب سؤال تاني مثلا زي ده، وات ار ذا ريزلتس اوف سيل انجري، اقول له ايه؟ على حسب والله، قال هو ليثال كوزز مش او ليثال فاكتورز ولا نون ليثال ايه انجوريس ايه ايجنت. ليثال يعمل ها الريفرسبل سيل انجري اللي هو سيل ديث. طب نون ليثال ريفرسبل سيل انجري مش اللي هو مورفولوجيكال ميتابوليك ايه تشينج في السيل اللي هو ديجنريشن يعني. طب تعالى على الليثال ده، على حسب اللي هو سنجل وبروجرامد يبقى ابوبتوزس جروب اوف سيلز وان بروجرام يبقى اسمه ايه ها، يبقى اسمه نكروز. فهمتوا عامله ازاي؟ ادي كل الاسئله اللي جت فين، جت في الجزء ده معايا. في ممكن بقى يلعب، هو ما جتش قبل كده بصراحه، ممكن pathogenesis of cloudy swelling، هتقول له ايه الباثوجينيسيس؟ والله ان الانجوريوس ايجنتس عمل مش عارف دامج للميتوكوندريا وايش. ممكن سؤال اصلا ممكن يجيب جديد في اسئله في نظام جديد، مثلا ممكن يقول لك مثلا ايه ايه هي الجروس بيكتشر اوف كلاودي سويلنج اوف ليفر، جروس بيكتشر ليفر كلاودي سويلنج كبير بيل كبسول بيبوظ اي حاجه ايه شاحب لونه بيل، وقلنا سوفت فيرم هارد ها، او ممكن يجي بقى ام سي كيو، كل دي حاجات بتحصل في الكلاودي سويلنج في الليفر، هل هو اللارجد ولا ريديوسد ان سايز ولا مش عارف فيرم ولا هارد، ماشي؟ يبقى ايه سوفت واللارجد وتنس كبسول وراوندد بوردر. فهمتوا الكلام ده؟ دي ممكن يبقى كلام جديد يعني، بس الاسئله ديت هي دي اللي جت قبل كده، اللي جددوا فيه ممكن بقى حتى الباثوجينيسيس يقول لك مثلا ايه كل دي مميزات اللي بيحصل في الليفر في الكلاودي ما عدا، ماشي؟ وصلت يا اخوانا؟ في اي مشاكل؟ تعالوا النهارده الحبه دول.